نايدا خوتي، نايدا يا خوتي المشاهدين، نايدا ديال بصح، نايدا 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 زغبيدي زغد، صافي نايدا غير فاس اليوم، نايدا فداس داري بوكيشا نوضوها يا خوتي، كاين اللي سخافو كاين اللي زاتو لومبيلونس وكاين اللي ما عرفت فين داوه، زغب ديال السريعة وصل عند ديال طنجة، وزغب ديال مرات عبلو وصل الداخلة، وزغب ديال شنيتيكا باقي فاس، المهم اخوتي اخبار حصرية ونايدا في الكواليس. مقربله والله يقرب لها الله يقرب لها الله يقرب لها بصوت مولات الماسك وتحيه لنا الفيديو. السلام عليكم اخوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه، لا نتوما لا الناس العزاز عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي خوتي وخواتاتي ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، وعطيوني اللايكات ديالكم وضربوا لي التعاليق والبارطاج. وها اللي قال شوافه، ها اللي قال شوافه، قالك ما شافهمش وما كيسرقوا، شافوا وما كيفرقوا، نايدا غيرة، ولكن هادشي كلشي في صالح سعاد. خليكم معايا في هاد الفيديو تعرفوا اشنو واقع اخوتي العزاز. عطيوني اللايكات اخوتي على هاد الخبيره، عطيوني اللايكات هاد الخبيره باقا بالميكا ديالها، ولكن هادشي كنا نقولوه، كنا كنقولوا لكم وكنا كناكدوا لكم اخوتي العزاز. اخبار خطيره باحت بها مرات عبلو، خطيره وخطيره بزاف، شي زين المحارم بوحدها، هادي زينة المحارم جديدة كاتبها ليا هادي اخوتي، الله يستر وصافي مع هاد السريعة صاحبة المشعل، الله يستر وصافي. كنا قلت واحد المرة قلت لكم واحد الهضرة، الناس القدام اللي معايا راه غيعقلوا هاد الكلام، باش قلت لكم السريعة كانت دات الزوج ديال صاحبتها، فرقتها عليهم ونوضوا لها مشاكل وطلقات صاحبتها وداكشي وقع مشاكل شحال هادي، قبل ما تجي السريعة لعند بوكريشة كانت دات مشاكل. وكنا نقول لكم انا تصاك عرا مزوجه جوج رجال، راه مزوجه الراجل الاول صيفطاته للحبس، والراجل الثاني سمعوا هذه راه منحوسه، والله الا منحوسه، خليكم باش تعرفوا اش كيرا كاين القنابيل في هذا الفيديو. تصوروا قالك الراجل الثاني يلا جاي يخطبها، دار مع الدوره بعيد، دارك سيده الله يسر قال لك رجلو ما عرفتش شات لي رجلو ولا تعطب من رجلو. الزوج الثالث اللي هو داري بوكريشه صيفطاته لحبيب بيس، شكون اللي كان غادي يجي في الطريق؟ هادي راه ما طيحش على البال هادي، وعقلت ملي كانت جات لواحد المدينة، لا داعي أنا نذكر السمية ديالها، وكانت دارت بواحد الراجل وبغات تدي تا هو بان ليها ما عاد بغات تلوط عليه، دابا سالت من كلشي دازت لعبلوق، هي راه دازت لوسها، هادي الشي اللي قالت مرات عبلوق، قالت ليها أنك كتشديه وتقولي بات معانا في الدار وكديري شي شوفات وشي حركات زائد القضية ديال السحر والشعوذة. انك تعاطي السحر والشعوذه وبزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء قلناه الحمد لله. يا ربي يا ربي راك كبير سيدي ربي اللي كتخلينا حتى كنشوفوا الحقيقه بعينينا، على ان دات تبقى لك عند قالك على وسك حتى هو بقى لك عبلو، كنت نقول لك عبلو رد بالك راه غنصيفطك للحبس، ها هي عبلو راك حتى اللي بقيتي في ديك الدار، ها عبلو رد بالك. قالت لي انك دزتي كتلوطي ولا كتزلي ليا براجلي على عبلو، شوفوا هاد السيده شحال ماسخه وما كتحشمش وكتبقاي باللباس ديال لباس ماشي محترم قدام لوسك، عيب وعار. وهاد الهضره انا تيقت فيها مرات عبلو 100% ما كذبتش فيها، لان فعلا هاد السريعه فيها هاد الشيء، دايره هاد الشيء، عندها سوابق في هاد الشيء، عندها تجربه في هاد الشيء، السيده ملفه خطفت رجاله، هادي هادي غير خطفت رجال اللي كانوا يقولوا لنا في الدوار خطفت رجال، هي هادي عويشه خطفت رجال، هي هاد الصقعه كتقدي دوك الاغراءات الجنسيه وداك اللباس الداخلي قدام الراجل، قدتي الكوزينه قدام، المهم شي حوايج كتبقى ديرهم معيقا، وكانت كتشد تقول لي بات في الدار، راه شو ما المراه بات معاها لوسه في الدار، واخا كنقولوا كاين غير كل مساله عاديه، لا لا ماشي عاديه، السيده الزوج ديالها ما كاينش وتشد الراجل اللي بات معاها في الدار بلا ما كايناش مراته، حشومه زائد الحركات والفعل الفعل ديالك دايزه لومبيلونس، ديما لومبيلونس تجري حدايا انا. تلوطات عليه هادي راه هضره كبيره هادي، شتي ما تكوني مرات الراجل وحاطه عينك على لوسك، هادي راه طاج الوحش هادي راه مشيتي بعيد، زائد القضيه ديال السحر والشعوذه، وزائد الفيديو راه تيليشارجا، الفيديو اللي كتقول فيه مرات عبلو على انك كتجلسي البنات في الكاميرا وكتحرضيهم على امهم، وهذا صالح السعاد، علاش قلت لكم هاد الخارجات ديال مرات عبلو كامل صالح سعاد، كتزيد تاكد الهضره ديال سعاد وغدعم الميلك ديال سعاد. ان ديك السيده كانت عايشه معاهم في الدار وكتمشي كتشوفهم كيفاش كيصوروا، وما تنساوش
ان بنت عبلو راه كانت ساكنه معاه في الدار تما، كانت ديما معاه، عارفه الخبايا شنو كاين تما وشنو واقع تما واشنو كيوقع في ديك الدار وكيفاش كتحرض دوك البنات وتجلسهم وتحرشهم، سيرتو البنت الصغيره. اما البنت الكبيره راه كملت 18 عام دابا، شغوله هذاك مسؤوله على الكلام ديالها، زائد التصوير اللي كانت كتصور اكدت بزاف ديال المعطيات مرات عبلو، كيفاش كانت كتصور بنات سعاد عريان وشنو شاده عليهم وبزاف ديال الحوايج، وهادشي غير كتقطر ليهم. عرفتي باش تكوني حاطه راسك على مرات على لوسك راه صعيبه، وصعيبه بزاف، راه ماشي فيلم هذا، هادشي هي حقيقي. زائد القضيه ديال الدار اللي قلنا لكم ان السريعه شاريه دار وكنتي ناكره خرجات وبرقاتك قالت لك راك شاريه الدار، دازت لها في الفيديو انك شاريه الدار، هنا كنتاكدوا لان الشيك اللي كان عطاك بوكريشه ديال 52 او 56 مليون يعني مقابل سكاتك، ها غتسكتي وها المقابل ديالك 50-50، ها باش تشري الدويره وها باش تكوني. زائد البنات، جوج بنات اللي والده في الحسيمه، هي اكدت على ان السريعه والده هي الام ديال زنوبه، ولكن اكدت على انك فعلا زوج رجال قبل بوكريشه، زائد الدار اللي شري اللي شاريه وناكره على المشاهدين. زائد واحد القضيه، النهار اللي صحاب المنصه تواصلوا مع الاخت بوكريشه اللي دايره قناه دابا حتى هي مع سميت قناتها، نطيو بقى فيك الحال وقلتي من لا علاش عطيتي من النمره، قلتي مرات عبلوق علاش عطيتي من النمره ديال اخت بوكريشه، غيبقاو يصيفطوا لها المساعدات وغيبقاو يديروا لها الصينيه وانا ما بقاش يجمعوا ليا، باش تعرفي راسك محساده ومسمومه، اكبر محساده ومسمومه. انا ولدتي من الصداع وانا ولدتي من الكيره في الدار، وانا متاكد انك فعلا كتعاطي السحر والشعوذه، لان هادشي اللي كيوقع لسعاد ماشي عادي مع بناتها. كلشي الناس كيستغربوا كيقول لك او ما يمكنش البنات غيضربوا امهم في هذه الطريقه، ايوا شوفوا ها المتبعين ديال لبنى، راه ما جبناش هادشي من روسنا، الشهاده شهيده شاهد من اهلها، ها هي كانت عايشه معاهم في الدار، ها هي عارفه الخبايا ديالهم، ها هي خرجت كتفرش فيهم، يعني حنا ما قلناش هادشي، ما قطعناش من جنابنا، خرجوا تقولوا باطل. وهاد الكلام امتى قلنا لكم حنا؟ شحال هادو الفيديوهات باقا ديال القضية ديال جوج رجال، القضية ديال الدار، القضية ديال السحر والشعوذة، القضية ديال خطافة الرجال، وأنك تصوروا قالت لك تكوني خارجة معايا للزنقة، قالت لها الحركات اللي كديري بفمك بالشفايف ديالك ولا الشلاقم، واحد كيقول لها قالت لها كتبقى ديري شي حركات على الرجال وعلى الخدارة وداكشي، وهادشي معروف عليك أودي السريعة، لأنك نتي جيتي من الجرويق ودوزتي القهرة ودوزتي العذاب، وعارفة بحر الزنقة وعارفة الرجال وعارفة الحرب ديالهم، هداك الشي علاش تي خبيثة بزاف، هادشي علاش بوكريشة نسيتي كنصيفط تا تهنيتي منو ودابا دايرة ما بغيتي، ونتي بالعاني بغيتي دير هاد الفيلم ديال حقا سرقوا ليا الذهب باش تفكي منهم على قبل المشاهدة، لأنك نتي مسمومة كتبغي المشاهدة تبقى لك غنتي، بقاي غنتي تحل في الأدسنس، ما كتبغيش شي واحد اخر يتشهر ولا شي واحد مسكين يسهل عليه الله، لا انتوما درتو لي هاد الخطه ديال انهم سرقوا لنا الذهب باش تهناو منهم، ولكن ربي كبير، هيا خرج دابا كتفضح بكم وبالدليل، ومازال في جعبتي الكثير، يحسب لك ما تعبلو سهله، والله هذيك ما سهله، الشيء اللي ما داتو السعاد غديروا لك المرا تعبلو، داك العود اللي تحقرو كيعميك، ومازال حقائق تبان الحقيقه ديالك، والناس اللي معاك راه عرفوا الحقيقه، تحيه لي من هذا الفيديو، القنوات المصداقيه بعض القنوات اللي صح الضمير ديالهم اللي فاق الضمير ديالهم وعرفوا الخبز ديالك، انك واحد الانسانه غداره وما كتسويش وكتعضي اليد اللي تمدات لك، انت انا كنقولها وكنعاودها، اللي غدر مره يغدر 10، شي اللي غدرك مره يغدرك 10، نصيحه لكم شي واحد يدير معكم شي حاجه ولا ها ولا ها وخطرش على العلاقه ديما ديروا اتونسيون، ديما بقى ديروا اتونسيون، كيقول لك اللي غادرك مره يغادرك 10، وكلام الناس القدام كله صحيح، اي حاجه كنوقفوا عليها سبحان الله العظيم في العصر ديالنا دابا، ولو هما قالوها شحال هادي تقدر شحال هادي ما كانتش، ولكن دابا كثر، اللي غدار كيبقى غدار، ولد الحرام كيبقى ولد الحرام، وانت هادشي هاد الخصال كامله كاينه فيك انت، ما كتبغيش تنادم الخير، معروف عليك خطافة الرجال. وهاد الرجال اللي كيشوفوا في السريع انا اش بغيت لكم على العمى على قلتهم شوفهم راجل مجوز وغادا كتلوطي عليه بلا حشمه بلا حيا ولوسك ماشي شي واحد براني الله يعطيك العذاب اكثر من انتي معذبه والمهم اخوتي قال لك خليهم ينوضوا بعضياتهم باش حنا نبقاو نسمعوا الاخبار ديال السريعه ونسمعوا الكواليس ديال
اللي ما بغاش تسالي. تحياتي لكم اخوتي الاعزاء، الى فيديو قادم ان شاء الله، دوزوا بخير.